أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقائق لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: كيف وضع الدين الإسلامي أسس المساواة في المجتمع الإسلامي بين المسلمين وغير المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد. معالي الدكتور، في إجابتنا على سؤال معاليك حول كيف رسخ الإسلام مبدأ المساواة في المجتمع الإسلامي، نقول وبالله التوفيق: لا شك أن هذا الموضوع كبير وخطير وشائك، نلقي الضوء عليه في عجالة سريعة فنقول: لقد رسخ الإسلام بالفعل مبدأ المساواة في مجتمعه الإسلامي، وذلك واضح جلي من خلال آيات القرآن الكريم وصحيح سنة رسول الله. فلو تأملنا أول آية في القرآن الكريم نجد أن رب العزة تبارك وتعالى أعلن المساواة الكاملة بين خلقه عندما أعلن في كتاب المسلمين أنه رب للعالمين جميعا وليس رب للمسلمين فقط. في أول آيات القرآن الكريم ترتيبا يقول ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب المسلمين. فأعلن رب العالمين بداية أنه رب للمسلم ورب للمسيحي ورب لليهودي ورب للبوذي ورب للكونفوشيوسي ورب للمادي ورب حتى للملحد الذي ينكر وجود الله. خلقنا ربنا تبارك وتعالى جميعا بيده، صنعنا على عينه، أودع فينا من أسراره، ساوى بيننا جميعا من منطلق الربوبية. وعندما أعلن رب العالمين تبارك وتعالى تكريمه للإنسان لم يقل في كتاب المسلمين أن المكرم في الدنيا هو المسلم فقط، وإنما قال رب العالمين تبارك وتعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل ولقد كرمنا المسلمين. الكل مكرم، أنه خلق بيد الله وصنع على عينه، والله عز وجل كرم الجميع بأنه يرزقهم من حيث لا يحتسب بغض النظر عن إيمانك أو كفرك بربك تبارك وتعالى. فهذا الإعلان من الله أن الإنسان مكرم بنص القرآن الكريم وهو كتاب المسلمين أعلن المساواة الكاملة في تكريمه سبحانه وتعالى للإنسان من منطلق أنه إنسان. وعندما أعلن رب العالمين تبارك وتعالى قاعدة التعارف والتآلف في المجتمعات أعلن مرة أخرى في كتاب المسلمين أن هذه المجتمعات لابد أن تقوم على المساواة، التي من أهم ثمارها أن نقبل التعدد، أي أن نقبل أن يعيش معنا في بلادنا وأوطاننا أناس على غير ملة الإسلام. فيقول رب العالمين تبارك وتعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها المسلمون، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن خلقنا لنتعارف مسلمين وغير مسلمين، لأن الإسلام عندما يرسخ مبدأ التكريم ومبدأ التعارف فإن هذا التكريم وهذا التعارف الله عز وجل لم يخص به أهل دين معين أو أهل عقيدة معينة، وإنما الكل مكرم ومخلوق حتى نتعارف. إنها المساواة الكاملة في إعلان الربوبية، والمساواة الكاملة في إعلان التكريم، والمساواة الكاملة في إعلان التعارف والتآلف بين الناس جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم رسخ هذا المبدأ أيضا في الحديث الصحيح الوارد في صحيح الإمام البخاري، عندما مرت عليه جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم واقفا احتراما لهذه الجنازة، فقال الصحابة: يا رسول الله، إنه يهودي. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل مفهوما رسخ في عقول الصحابة ولعله موجود في عقولنا إلى الآن، أن هذا الإنسان ما دام ليس على ملة الإسلام فإن له شأن آخر، حاشا لله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولته الشهيرة عندما قالوا إنه يهودي، قال النبي: أليست نفسا؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق ما قاله ربنا في القرآن الكريم، ويؤكد أن الإسلام، أن الإنسان في الإسلام محترم وله المساواة الكاملة مع المسلم في الربوبية وفي
التكريم وفي التعارف وفي قدسية حياتي واحترامه حيا وميتا. لعل هذه الكلمات القليلة تبرز كيف رسخ القرآن الكريم ورسخت السنة المطهرة مبدأ المساواة الكاملة، لا فرق فيه بين مسلم ولا غير مسلم، وإنما الكل مكرم عند الله، ويوم القيامة كل يحاسب على معتقده. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت فضيلتك، ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القائمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.